وصلنا للتعادل في المباراة مع بنين، ولعبنا ب10 لاعبين مقابل 11 لاعب، وتمكنا أن نصمد معهم حتى النهاية، وهذا ما يحدث في كرة القدم. نتطلع بشغف للمباراة القادمة، فهي صعبة جدا، والفريق يتمتع بثقة كبيرة في نفسه، وسوف نقوم بواجبنا كما ينبغي. لست أدري، لأن المدرب هو من يقوم باختيار اللاعبين. عدت إلى الملاعب بعد إصابتي وفترة غياب ونقاهة طويلة، ولا نعلم ما سيحدث غدا، ومرة أخرى يقرر المدرب ما يراه مناسبا. وأهم شيء أنني قد تأهبت وجاهز للمشاركة في المباراة القادمة. لست أدري، فقد أنهيت تعاقدي وأركز في هذه البطولة لأنها في غاية الأهمية لي ولغانا، ولا أفكر حاليا في أي انتقالات، وبعد البطولة سأرى ما يمكنني عمل. وعن إمكانية موافقته للعب للأهلي أو الزمالك، إن ذلك يتوقف على شروط التعاقد، فالناديان أندية كبيرة وأعرفهم جيدا، وسأقرر في حينه. محمد صلاح لاعب بارع وفاز ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهذا رائع بالنسبة لأفريقيا، وهو من أعظم لاعبي المنتخب المصري، وأعتقد أن أفريقيا كلها فخورة به، لا شك في ذلك. To make Africa proud. عن انتقال محمد صلاح لأندية أخرى أو بقائه في ليفربول، فهذا يتوقف عليه، ويعلم جيدا ما يناسبه من عدمه، والآن يكفيه أنه مفخرة أفريقيا كلها.